في ذات الموضوع ينضم معنا نائب رئيس اللجنة الطبية العسكرية علي حسين. أهلا بك سيد علي. إذا هناك تهديد لحياة سلامة وسلامة الجرحى لانقطاع علاجهم، كم عدد هؤلاء الجرحى؟ أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وإثارة هذا الموضوع الهام. ما ذكره الأخ بديع حقيقة واقعة وماثلة أمامنا. لدينا المئات من الجرحى الذي يعانون من تأخر استكمال علاجهم في الخارج بعد أن عجزت الإمكانات المادية والبشرية والفنية في إطار المحافظات التي تعمل فيها اللجنة الطبية، بعد أن عجزت وتوقفت الحكومة عن اعتماد الموازنات اللازمة لإرسال الجرحى لاستكمال، أصبحت من 600 وأكثر من 600 حالة تنتظر مواعيدها للسفر للعلاج لاستكمال علاجها في الخارج. بعض الحالات لها في دائمة الانتظار ما يقارب 9 أو تزيد. طيب. جراح بعضهم تعفنت، جراح بعضهم تضاعفت وأصبحت أكثر ألم. طيب طيب نعم، ذكرت بأن هناك 600 حالة وهناك بعضهم جراحهم تعفن. طيب هل هناك عنصرية في معاملة الجرحى من الجيش الوطني، أم حيث أن هناك حيث يعالج بعض الجرحى ولا يعالج البعض الآخر؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. على كل حال أشكرك جزيل الشكر علي حسين برئيس اللجنة الطبية العسكرية.